السلام عليكم. سنة 2004 أو 2000 لا 2005 أو 2006 تقريبا، كنا أنا والربع مسويين مخيم، وكان معانا واحد من الربع مطيري اسمه أبو شوق من هالرقة، يعرفون هالرقة. يوم من الأيام دق علينا وقال عزمكم على العشاء تعال. قلت غريب، ايش عندك عشاء هذا؟ قال المهم جايب لي عشاء وتعال حياك. قلنا اوكي نجي انا اخوياي وهذا وانت عش. هو هذا المطيري بياض قلب، عمري ما شفت مثله. تغلط عليه ما يغلط عليك، تضحك عليه ما يضحك عليك، ما يجي من عنده شر نهائيا، حبيب قلبه ابيض. المهم فجينا وتعشينا، كل ما تعشينا ناكل اللقمة هاي يطالع فينا ويضحك، يطالع بهذا ويضحك. المهم من بكرة يروح للحفر تقريبا ويصير عليه حادث وتوفى الله يرحمه. ونجي بالمخيم حنا أخويا، وكل أنه أحد ماسك لزاوية قاعد يبكي. قال واحد من اخويا، يا ربع انتم ما شفتوا، انتم ما تذكرون عشاها البارح؟ جماعه عشاها البارح غريب، كانهم مدعنا. يقول يا ربعي بالدنيا هذه، هذا عشاكم، سلام عليكم وانا باكر ماشي. طالع فينا ويضحك. قالوا يا جماعه ترى صار لها الحين اسبوعين تقريبا، ثلاث اسابيع مربي الحيتم كثيفه صايه شوي ويصلي ما قطع الصلاه نهائيا. شوف سبحان الله ربك، كذا إذا واحد ربك يعلم حتى بعدين شنو راح تسوي. إذا واحد التزم وكان حريص على الصلاة، وهذا ربك يكون عنده حكمة أنه يأخذك الحين، لأنه يدري عنده علم أنه بعدين ممكن أن الواحد ما يلتزم أو كذا، فيأخذك على إيمانك، على قوة إيمانك، هذا يأخذ روح الواحد. الله يرحمه ويسكن فسيح جناته أبو شوق، الله يرحمه.